مساء الخير جميعا، وشكرا على الدعوة الكريمة. ببساطة شديدة يعني خليني أقول أنا أي سؤال في نافذة إن شاء الله أقدر أجاوب عليه. الأسئلة اللي في الجمارك الإدارية والإجرائية أقدر أجاوب عليها. لو في حاجات فنية هتبقى الزملاء من الجمارك كلهم موجودين يقدروا برضو يردوا. خليني بس أبتدي باختصار كده، هي نافذة بتعمل إيه؟ نافذة دي المفروض إنها بتميكن إجراءات الجمارك، فإحنا كان قدامنا بديل من الاتنين، يا الجهات كلها تقعد مع بعض وتوحد الإجراءات وتبسط الإجراءات، وبعد ما تخلص شغل خالص نبتدي نميكن اللي احنا اتفقنا عليه. الجهات كلها موجودة من سنين، ولغاية ما ابتدينا نافذة ما كانش في توافق، تم على المستوى المطلوب. فكان قدامنا الطريقة التانية ان احنا يلا نميكن الموجود مش زي ما هو الموجود، بس في الجمارك عملنا إعادة إجراءات، لكن ما كانش بالتنسيق مع كل الجهات. أخذنا الجزئية اللي تخصنا إحنا بقدر الإمكان في التوقيت اللي ابتدينا فيه، فاشتغلنا وقلنا طيب إحنا هننفذ وبعدين نقعد نطور. نفذة طورت حاجات؟ آه طورت حاجات، كان ليها أهداف كتيرة، من ضمن أهدافها تبسط الإجراءات. لا طبعا في إجراءات تبسطت، تقلل مستندات. إحنا دلوقتي بقت العميل بقى مطالب جبرا بأربع مستندات، مش كم المستندات الكتير. الجهات بدل ما كانت بتشتغل ورا بعض لأن الورقة اللي مع المستخلص بتقعد تلف على الجهات، لا الجهات دلوقتي كلها فتحة السيستم في وقت واحد تقدر تشوف. قللنا زمن الإفراج، قللنا زمن الإفراج، مش تقارير مننا احنا، لكن تقارير البنك الدولي قالت إن زمن الإفراج اللي كان أعتقد 24 يوم اللي نزل دلوقتي لغاية 11 يوم وتسعة أيام. الفرق بينهم 11 يوم في الوارد العادي وتسعة أيام في الإفراج المسبق. لو حضراتكم يعني تحبوا أقول الفرق بسرعة، الإفراج المسبق ده إن إحنا نراجع مستندات الشحنة نخلصها قبل ما البضاعة تيجي. حالة ما البضاعة تيجي مجرد ما إحنا نفتح ونلاقيها مطابقة للمستندات تقدر تخرج في نفس اليوم، لكن لو لقينا في فتح الحاوية في اختلاف خلاص بتتعطل، لأنها بنسحب عينات بناخد إجراءات تانية. في العملية التنسيقية من وزارة المالية، ودي الحاجة اللي يعني زعلتنا كده في ان يعني قلت لنا ان وزارة المالية الجزء التنسيقي كان فيه قصور، بالعكس احنا يعني جادين جدا في ان احنا ننسق مع الجهات، سواء سلامة الغذاء طبعا، الصادرات والواردات، حجر زراعي، حجر بيطري، احنا كل اسبوع بنقعد معاهم لازم على الاقل مرة واكتر علشان ننسق حاجات كتير. خليني أقول أهم حاجة اللي حضراتكم كلكم ممكن تكونوا حاسين بيها. حضرتك ممكن تبقى عندنا فعل اقتصادي، فعل اقتصادي يعني إحنا مصدقين الشحنة اللي أنت جايبها ومش عايزين نفتحها ونشوفها، فكجمارك بنقولك اتفضل مع الجرين لايت اطلع. لكن اللي بيحصل إن الجهات الأخرى سواء مثلا صادرات أو واردات أو سلامة غذاء من حقها تشوف الشحنة. أنا من ناحيتي قلت خلاص مش عايز أشوف. العميل في الآخر ما استفادش بالميزة. ليه؟ لأن في جهة تانية بتشوف نفس البضاعة ما قالتش إن هو مميز، لأن كل واحد فينا بيميز بشكل مختلف. فإحنا دلوقتي بنعمل اجتماعات، سيادة اللواء الدكتور أماني كلنا بنعمل اجتماعات علشان نقول حضرتك لما تبقى مميز تبقى مميز عندنا كلنا عشان تستفيد بالميزة دي، وإلا يعني خلاص بتروح. لأن إن في حاجة مهمة قوي الجهات الرقابية بتعملها اسمها الفحص الظاهري. حضرتك حتى لو كنت قايمة بيضة في الصادرات والواردات أو في سلامة الغذاء لازم يفتحوا الحاوية يبصوا بس كده ويقفلوا. طيب دي بيسموها فحص ظاهري، هل بتاخد وقت؟ عندهم ما بتاخدش وقت، هم بيعملوا الإجراء ده بسرعة، ولكن مش هم اللي بينزلوا الحاوية ومش هم اللي بيطلعوها وبيقفلوها. فهيئة المينا اللي بتقعد تجهز الحاوية دي عشان تنزل تسيب لها مكان وتديها دور، وبعدين الزملاء يجوا يبصوا عليها ويقولوا تمام ويقفلوا عشان يرجعوها تاني، دي برضو بتاخد إجراءات. احنا قاعدين دلوقتي والزملاء فعلا بيدرسوا، وعرضناها في مجلس الوزراء ان احنا نبتدي نستغنى عن فكرة الفحص الظاهري علشان حضرتك اما تكون مميز تبقى مميز عندنا كلنا، وهنشوف كل واحد فينا بيميز العميل على اساس ايه، وياخد المميزات المشتركة تبقى دي البداية أو الخميرة اللي بنبتدي بيها نقول الناس دي مميزة عندنا كلنا بسبب الضوابط دي، تعالوا بقى إزاي نتوسع. دي نقطة. نافذة عملت كتير زي وحدت الإجراءات، مش هي اللي وحدت لكن هي كانت كاشفة.
كل واحد زي ما حضرتك أشرتي إن فعلا كان ممكن في مينا بضاعة معينة بتطلع بسرعة، وفي مينا تانية البضاعة نفسها بتاخد وقت طويل، بتاخد سعر في المينا دي غير السعر ده. طب هي نفيذة عملت إيه؟ مجرد إن إحنا دلوقتي بقينا قاعدين على شاشة أقدر أستدعي البيانات بتاعة الجهات الأخرى، الزملاء في الجمارك اللي قاعدين، الزميل اللي قاعد في دمياط يقدر يشوف السلعة دي اتسعرت في اسكندرية بكام، عشان لما يحط الأسعار بتاعته يبقى يعني مقتنع بيها. هل الموضوع ده كمل للنهاية؟ لأ. ليه؟ لأن إحنا سايبين له إن هو يقدر يفتح الشاشة ويشوف الأسعار في كل المواني، لكن ما أجبرناهوش يعمل كده. فإحنا دلوقتي بنعمل تعديلة في نافذة اللي هي بتخليه المتمن ما يعرفش يدخل يحط السعر إلا لو اطمنوا إن هو داس على زراير تدخله على سعر السلعة دي في المواني التانية، علشان ما ياخدش السعر زيادة قوي أو أقل قوي. اللجان المشتركة، اللجان المشتركة إن إحنا بننزل كلنا مع بعض في المينا. الأول كان اللي بيحصل إن الجمرك يفتح الحاوية ولازم يبقى صاحب الشأن موجود، تبتدي الجهات الرقابية كل واحد حسب الظروف بتاعته. يعني لو إحنا بصينا دمغة والموازين مثلا، الدمغة والموازين بيبقى عندها موظف واحد في اسكندرية. لكم أن تتخيلوا حضراتكم أن موظف واحد في الدمغة والموازين بيشوف مينا اسكندرية، وبيروح مينا الدخيلة، بيروح مستودع رجب، بيروح مرغم، بيروح بيروح بيروح. فده علشان أقول له خليك قاعد كل يوم واجي أكلم مثلا الدمغة والموازين يقول لك أول كلمة ما عنديش موظفين، ما فيش تعيينات. انا بتكلم من ارض الواقع، لان يعني انا مش من الناس اللي بتبقى يعني ما اعرفش حد يبقى عارف، ولا انا مش بقعد في المكتب واقعد اتفرج ولا بمسك ورق وفره. احنا بننزل وبنشوف المشاكل الحقيقيه، بس احنا بنحاول نتغلب عليها بطريقه او باخرى. لو ما كانتش اتحلت من الجذور، على الاقل بناخد خطوه لحلها لغايه لما نقدر نخلصها. يعني في حاجات لازم تعديل تشريعي، انا مش هقدر اعمل تعديل تشريعي، لكن اقدر اقترح تعديل تشريعي. واحنا كمان يعني بنلام ان احنا ساعات بنتدخل فيما لا يعنينا، ما بتبقاش شغلانتي، لكن انا بشوفها انها مشكله فلازم اصعدها واقول لا في مشكله في الجهه دي، فلو سمحتوا رئيس الجهه بس يبص بصه كده عليها ويشوفها. اي جهه في الحكومه كانت بتيجي تقول لنا لو سمحت ما تعديش البضاعه دي غير ما اشوفها، الجمارك ملهاش انها تناقش. مؤخرا جالنا التعليمات من مجلس الوزراء، وكان في اجتماع اتقال ايه؟ المفروض الحاجات دي لازم بموافقه التجاره والصناعه، صح يا فندم؟ فبقينا نقول ايه؟ اي جهه تبعت تقول لي انا الحاجه دي عايزه اشوف القلم ده بس ما كانتش بتشوفه قبل كده، انا ما بقولهاش حاضر، بقول لها لو سمحتي هاتي لي الاوكي من حد مركزي في التجاره والصناعه، علشان لما يقول لي اوكي يبقى هو شايف الخريطه كلها الناس دي بتعرض على مين. تسجيلات عندنا الجمرك يعني حقيقي تعبان فيها جدا، لان كم الجهات اللي عندنا، على فكره احنا كنا 53 جهه بتشوف البضاعه، 53 جهه دول التطوير اللي عملته برضو نافذه، ان احنا قلنا لا مش هينفع ان كل جهه يبقى عندها هذا يعني الكم. خليني اقول الحجر الزراعي او وزاره الزراعه، وزاره الزراعه كان فيها 11 جهه بتشوف البضاعه. فاتفقنا مع معالي وزير الزراعه على ايه؟ ان هيبقى في حجر زراعي وحجر بيطري بس يجبوا ال 11 جهه اللي عنده، وهم داخليا يخلصوها، لكن احنا بالنسبه لنا وبالنسبه للمستورد ياخد موافقه الحجر الزراعي. احنا اشتغلنا حاجات كتيره، انا مع حضراتكم احنا ما وصلناش للي احنا كان نفسنا فيه، لان مخططنا كمان اتغير. احنا في الاول كنا بنخطط ان احنا نبقى نافذه، فواخدين اجراءاتنا الجمركيه والجزء بتاع اللجان المشتركه الشهاده الجمركيه. احلامنا توسعت، دخلنا في الاي سي اي وما كناش خلصنا التطوير بتاع نافذه، فالاي سي اي ده خدنا في دنيا تانية خالص اسمها توكيلات ملاحيه وبنك مركزي وبنك جوه وبنك بره والهيئة المواني، ده كله خلاني الفيجن بتاعتي اتغيرت، فأنا ما بقيتش عارفة أطور اللي في الأول، حاجات كتير اختلفت. التطبيقات اللي احنا عملناها اضطرينا نعدلها بسبب اختلاف الهدف، فده أنا برضو ما أقدرش أهمله. زمن اللي احنا اتكلمنا على زمن الإفراج وتبسيط إجراءات التوحيد، زي ما بقول لحضراتكم ممكن مينا السخنة كانت بتخضع حاجة معينة، خليني اعترف يعني اعتراف يعني حقيقي ان احنا في الجمارك المفروض التسجيلات تبقى مميكنه وبس، يعني التسجيلات تجري تقول ازازه الميه دي تتعرض على انهي جهه،
ولكن كلمة ولكن يكمن يعني الشياطين كلها بتكمن فيها دي، إن ممكن الزميل اللي فتح الحاوية يلاقي إنه التسجيلات الإلكترونية ما بتعرضهاش، بس في وجهة نظر عنده عاوز يتأكد منها، فبيقوم ضايف جهة يقول لأ، طب أنا عايز بقى الجهة دي تشوفها. بنقلص هذا الموضوع، يعني أنا ورا الموضوع ده إن شاء الله لغاية لما يبقى زيرو، إن إحنا يبقى كله مميكن تماما، لكن دي بتحصل أو بتحصل. تمام؟ معلش أنا يعني قدامي دقيقتين أخلص على طول. أنا دلوقتي بمنتهى البساطة أي جهة بتطلب مني بيان أنا أقدر أطلع البيان ده. ما أعتقدش إن ده كان حالنا قبل كده. قبل نافذة إحنا كنا بنطلع الشغل يدوي من دفاتر، وكل واحد على حسب معرف يجمع، وكل مينا حسب مفهوم هي بتجمع إيه. أما أجي أقول له شهادات الوارد، في واحد بياخد الوارد العادي، في واحد بياخد الوارد والمسبق مع بعض، فبتجيلي أرقام أجي أدقق بعد كده الأرقام ألاقي فيه تضارب. دلوقتي هي تقرير اسمه إيه، كلنا الاسم ده ليه معنى واحد، كلنا بنطلع نفس التقرير بنفس الأرقام، غير قابل إن هو يتأول أو يتعدل في حاجة. فأنا بشوف لا، دي حاجات كانت من يعني من نافذة فعلا عملتها، وأنا بأكد ما عملناش حاجة تذكر من الحلم بتاعنا الكبير إن إحنا نحوكم ونبسط، لكن إحنا في الطريق لو في مستجدات بإرادتنا أو من غير إرادتنا إحنا لازم نواجهها ونشتغل عليها. سريعا كده نظام المخاطر، المخاطر كمان احنا برضو بنشتغل عليها، حطينا منظومة مخاطر جديدة في الجمارك، وبنحاول ان احنا عملنا اجتماعات في الفترة الاخيرة برضو مع الصادرات والوردات وسلامة الغذاء والجهات الاخرى، علشان نشتغل على المخاطر مع بعض، حتى لو كل واحد فينا عنده منظومة مخاطر يبقوا مربوطين ببعض، علشان في الاخر العميل يعرف هو طلع بايه، يعني هو استفاد ايه. فدي برضو حاجة مهمة جدا يعني طلعنا بيها من موضوع نافذة. لو في أي حاجة بقى أنا سبتها حضراتكم قولوا لي. شكرا جزيلا.